يا ابو سيف، اول شيء نسال الله الذي لا اله الا هو لنا ولكم ولجميع مرضى المسلمين العافيه والشفاء. احنا سمعنا عن العياده هذه عن طريق النت وعن طريق معارف، وجينا هنا وقابلنا الدكتور وكان الاستقبال طيب وكان التعامل طيب. سجلنا بعض الاشياء، في امانه في التعامل، في امانه في الجلسات. لما احنا عطنا اكثر من جلسه اكسجين والى اخره واجهزه، لما يكون المريض معك او شيء تحس. والله رتبوا لي في البدايه 5 جلسات. جلسة جهاز القلب وجهاز ليزر وجهاز تبع القولون واكسجين، اختبار اكسجين وجلسات اخرى برضه كذلك علاجات. كان في مصداقية للوقت واحترام للوقت من جميع العاملين في المستشفى. والله حسيت بجهاز ضخ الدم هذا اللي يعيد تحريك الدم من جديد، هذا نحس له تأثير. وطيب الأكسجين دخلوك زي الغواصة ويختبروا الأكسجين عندك وشلون أجهزة أخرى لأجهزة الجسم. طيب ماشي، في إمكانية وفي تعامل راقي وأمور طيبة أحمد الله. وش سووا لك؟ والله سووا لي طال عمرك شو اسمه الأكسجين والمكينة هذا اللي تضخ حقته تأكيد الدم والحركة. هذه طال عمرك أكسجين، طال عمرك مثل العربية تخش فيها داخل تعطى على أجهزة وتكمل يطول العمر معك الأكسجين وتكمل لك الناقص من الأكسجين معك. إضافة بسيطة طبعاً في البداية تحاليل شاملة، جروب تحليل شامل لجميع أمور الجسم في معمل قريب ويشتغل على مدى 24 ساعة ومصداقيتهم جيدة، لكن أسعارهم شوي فيها ارتفاع. هذه الإضافة اللي بغيت أقول. الله يسلمك ويطول عمرك. علمنا وش نضيف على كلام. والله كان ابو صقر كفى ووفى بالموضوع طول العمر كامل، شرح لك طول العمر موجز الموضوع كامل، ولا عندنا اضافه زي ما عاد ابو صقر. والله يطول عمره وعمرك. نعم مرحبا معك مشبب سعد الجبيلي. ما عليك زود. عطنا وش لقيت وش اللي حسيت فيه فائده للجسم لك. والله يا طول العمر والسلامه لقينا التحاليل انها ممتازه. نعم. وعقبها عقب ما جينا هنا اشتغلنا على الاجهزه ذي، ونقول ان شاء الله فيها خير من رب العالمين ولا ما هم منها، لكن ان تعاملهم ومصداقيتهم ودقة الوقت معهم ممتازة. ولا عاد بنزود على كلام بو صقر. سلامة وجهك. هذه كبسولة الأكسجين، هذه الأكسجين داخلها 100%. طبعا يحطونها للي عندهم نقص اكسجين او شيء. هذا المريض داخل، هذا المريض داخل، اذا تبغى يكلمه تاخذ الجهاز هذا وتتخاطب معه من خلال الجهاز فقط لا غير. ضغط الاكسجين 100.